Ladies and gentlemen, salute to you. This is Gregory Garvet Boyajian. As usually, I am talking to you from my house, Amman, Jordan. I am a physicist, artist in general, inventor, and poem writer, literature writer. Now I will talk in Arabic, excuse me. Talking about the events of my childhood. Sadati, sadati, anisati. أسعد الله أوقاتكم. أنا المدعو غريغوري كارابيت بوجيان، فيزيائي، علم الميكانيك والكهرباء والجيولوجيا طبعا، هذا هو الفيزياء، فنان بشكل عام، ومصور بس ما عندي استوديو، رسام، عندي حقوق تبع النشر، دارس طب اليوغا، ودارس طب تشريح، ودارس طب اللغات، وأنا حكيت لكم بحكي لكم الأحداث اللي صارت من وأنا صغير. هلا وين وصلنا نحن؟ لما صار عمري 6 سنين دخلت بالأول ابتدائي، وفانوس كيف علمني جاب العجل من وجهه هو إلى أن دخلت بعالم الفيزياء. بعدين بهذاك الوقت لما كبرت شوي أنا صار حدث فني برضو نفس الشيء، صاحب الدار بنى 3 غرف، احنا انتقلنا على غرفتين، هو قاعد بغرفة، هو راس مرض يعني، هو كان شويش بالجيش، صاحب الدار اسمه حنا كابريليان، ومرته اسمه ماري كارادانيان، بنت حسن بايلا بيقولوا. والغرفة هذاك أجرها لناس، عدة ناس يجوا استأجروا يعني عائلات، من بين العائلات اللي سكنوا فيها 2 أو 3 عائلة زهراب اللي كان اللي موسوي الملك، هو كان بهذاك الوقت شاب صغير كان يتعلم عن هايك، وأخوه اسمه موسى يعني كان يتعلم عن جاك، وقبل ما هو يشتر عن جاك بانوس كان يشتر عن جاك، بعدين ترك من عند جاك بانوس من خالتي اللي علمني كيف أسوي العجل، كان مصور هو وزهراب وموسيس هم كمان برضو السبب، لما سكنوا عنا اهتم بالتصوير، بعدين انا كنت عندي طبعا موهبة الرسم. هلا اللي صار انه بالمختصر بدي احكي لكم شو الحدث الفني اللي صار، انه انا يعني كنت اسوي برضو عجال، وشفت الولاد الحارة حكيت لكم بزعامة واحد زعيم الولاد اسمه جورج ليون بيتكيان، امه وامي انا من دار مجاريان، جده من ناحية أمه، جدي أنا يعني أولاد عم، كنا نلعب بالحارة يعني. المهم يا سادة الكرام، الحدث الفني اللي صار إنه كان عمري أنا 8 سنين، أظن 8 سنين أو 8 سنين هيك شيء، كنت أنا بالصف الثاني ابتدائي، بعرف ثالث ابتدائي ما بتذكر بالضبط، ولكن بتذكر انه اختي كانت بالصف السادس، ونحن كنا ندرس عند الرهبات 4 لغات، كنا ندرس الانجليزي الفرنسي العربي والارمني، 4 لغات، وكتب مليان هيك يا دوب كانوا يحملوها، يقدر يحملوا شارك فيهم بعض الطلاب ثقيله. برا أنا قاعد بغرفة على السادر، هذا الكنباية الطويلة هيك من خشب، وبنسوي كنت أنا أسوي كل شيء على إيدي، أشوف كرتون أسوي طاقية زي الكابوي، أشوف خشبة هيك عدلها أسوي بارودة، نشوف الجبل عنا كان فاضي، كان يجوا جمال أكثر شيء، كان يجوا بقر وغنم، نرسم الحمير على الأرض، بالمدرسة نرسم كمان. نرسم مثلا هذا التفاح، هذا بقرة، هذا خيل، هذا حمار، نرسم. فإيدي أخذت تدعم من كل نرسم، أشوف مثلا واحد بدوي أحاول أرسم، أحاول المحاولة هاي اللي أعطتنا خبرة. فجأة وأنا كنت قاعد أنا بالغرفة تبعي هيك بفكر، يعني ما كنت أعتبر دروس جد، مع انه انا شغل مش انه انا كسلان، بعض الدروس كنت اعتبر فيها الرياضيات، في الشاطر كثير الرياضيات والعلوم، وعندي دفاتر لتري كل يوم مخبي عندي،
לדפתר, מעטות עלי לעלמת, טוב על מדרש. געד ענק, שחן ואחלמי, אחלם טוב ענק. משך עד ענק, מבקר, כיו דרו על אורופה, כיו דרו על אמריקה, כיו דגז דרו, תנות על חייתי. طلعت على اختي واختي بالغرفه الثانيه جنب الباب طبعا الباب عندنا ما كان في ابواب برادي كان برداي شفت اختي مهموه كثير بعدين انا هيك كمان مره طلعت عليها بعد زي نص ساعه شفت اختي كثير مهموله بدها تفقع رحت لعندها قلت لها اختي انت ليش يعني انا شعر بدك تفقعي قاعد هو ايش بفقع أربع لغات من النصر قلت له طب شو ده الرسم يعني انت الرسم هذا فن يا أخوي هذا الرسم بدك ترسم بدك أرسم شغلة يعني بغض وقت قلت له شو هذا اللي بدك ترسم إياه حد نحن كل نقطة هذا الكتاب هاي شو يسمي كتاب مستوى عالي فرنسي هذا ليفرا فرنسي والمدرسة راحبة صارمة كتير صارمة بتنزل المدرسة الراقية يعني. اسمها جابرييلا هذا هو رسول نحن عملنا نصره وهم بدرسوا صف السادس فاهمين صيادين وطيور وكلاب وغابة قلت لها يا اختي هذا هو ليش بستخدم هذا الفن؟ عاد انا شو هي عارفه شو الفن؟ انا ما عندي فكره شو الفن. اول مره بسمع هي عم تقول لي فن، شو فن هذا؟ قلت لها عباره عن شخص حامل باروده، شو الفن هذا؟ عاد صار في جدال، قلت لها وين الكلام بمزع الدفاتره؟ قلت لها لا، قلت طيب غير ساعتي انا بدي ارسم لك اياها. في عندك معنى هذا؟ قلت لها يا ريت، قلت خلص هات. صار عندي روح التحدي يعني أنا عندي قدرة أرسم فنان بس بالفطرة يعني عندي أنا فنان بالفطرة عندي بس أنا ما كنت أعرف إنه أنا فنان رسم ما كنت أعرف ولا أخذت هذا قلت أفهم الدروس إن شاء الله هي وفرت عليك أخذت الدفتر تبعها والكتاب هذا كان في ترابيزة قدامي عند السادر رخعت على الأرض حطيت الدفتر طلعت هيك تحدي مسكت القلم مره مرتين ما حيت بس لانه في ناس كلهم بيرسموا بيروحوا حتى يظبطوا تحدي شو وانا عندي قدر الرسم بعد ما رسمت انا فتحت تفسير يعني هيك تفسير يعني ايش كان؟ قال فن يعني هيا انا رسمت انا عم بضحك بخصوص مر نص ساعة اختي ايش تفكر انا عم بلعب يعني هيك بعد ما شفتني انا رقت اجت اختي عندي قالت لي يا اخوي هيك انت مبسوط خلص شو بدك خلقنا خلص قلت لها بس شو عم تحكي لسا انت مصممني انا رسمت زمان هيو قالت لي ما انت لك قالت لي معقول قلت لها هيا قدامك طلعت هيك قلت يا اخوي انا طلعت فيك مرات انا ما شفتك انت عم ترسم قلت هي مرسوم بس ما بتصدق عيونك قلت والله يا عم مرسوم سامة انت فنان رسام انت قلت يا شيخ وبعدين انا بنهتم خلينا نهتم بالالوان قلت خلص انت انسى المهم الرسم الالوان بتسوي هيك بتصير الوان قلت خلص ما بدك يعني الوان قلت لا خلص ولا لا ثاني يوم رحنا على المدرسة أنا قاعد بصفي أنا قاعد بصفي أختي غلطتي من بعد شو صار بصفها بتقول لي أنا قعدت وسلمنا الدفاتر لما إجا صار وقت لحصة الفن إجت الراهبة لمت الدفاتر دائما بصير مشاكل ونقاش وجدال بين المدرسة ليش ما بتكونوش الرسم ما بتكونوا ما بقدر يرسم لا ما عنده موهبة الرسم طلعت هيك شافت أني هالمرة أختي أخذت أعلى شيء
אוף די דאם, אתה שומעת את זה, אני אמרת, אתה רואה, אני אמרת, אני אמרת, אני אמרת, צחתי לה, זה עליה, בשבסי, מה זה אמרת, אני אמרת, לא, תליבע, חבית, אולי, طلعتي قلت يا طلاب الاعزاء المره اعلى واحد ياخذ نصيبهم مالي مالي بوجه برافو مالي تسقيف انبسطت اختي كثير يعني هي اخذت الاولى قالت لها تعال عندي قالت له انك انت تبغى تشوف يعني قالت له اختي مالي اعتقد انا غشيمه الراب يعني قالت هذا مش رسمتي مزبوط قالت لا مزبوط هذا مش رسمي هذا رسمة واحد فنان بس مستعجل كان ما عنده وقت أختي قالت للرابي نحن ما نعرف فنانين فمين رسمه هذا قالت أخوي قالت أخوك هذا الصف الثاني هذا الصغير هو الرسم هذا رسمه لا أنا ما رسمه رسمه بين بين من رسمه من رسمه من لمسات القلم أخوك الصغير بقدر يسويك لأن ما بصدق قالت لواحدة من الطالبات روحي نادي كريكور من المنسك هذا أنا قاعد ما عندي خبر والمدرسة كانت تدرسنا ما بعرف إنجليزي ما بعرف جغرافيا اسمها أنجيلا دقت الباب الطالب دخل جوا أنا نحن قاعدين ما عندناش خبر شو عم بصير وليش بتقول المدرسة المدرسة كنا نديها مس وال والرهب المسير لما نحكي مع الرهب نقول مسير كذا مسير جابرييلا قالت للمدرسة مسير جابرييلا بدها كريكو كلهم هيك طلعوا بالخوف طلاب طالبات بس المدرسة كمان المدرسة كمان بيخافوا قالت شو هالحكي شو يا كريكو شو انت سويت شيء قلت لا ابدا ما سويت شيء قلت خلص روح ما صرت قبل ليه كذا مره قلت انا ويد على قلبي بفكر انا ايش سويت خطا شو سويت حتى بدها تعاقبني يعني مره دخلت ولا ايش بقول لي راح بيت مسكت هيك واقفه انا ورزي طلعت هيك قلت لها خير ما صار في شيء فرجتني الدفتر قالت لي انت رسم هذا الرسم قالت لي انت رسم هذا الرسم عاد انا نسيت ان الوقف الباري الرغبة اللي بتنزل مدرسة شوف يعني كيف الانسان عنده انطباع طلعت من هيك برسمة شو ترسمي هذا ما بتعرف ما هي ماسكته قلت لها هي الرسمي قالت لي يس لا بكل بساطة بتحكي قالت لي هي رسمي قلت لها بس انا رسمته شوف يعني الناس حالين بواريد قالت لي يس لا بواريد وغابة تعال اشوف قدامك 10 دقائق عندها هي نموذجات كثير نموذج يعني كثير صور قلت له قعد هون قلت لواحدة من طالبة روح وقعدين عند البنك دبل حالك قال له قعد عندك قدامك 10 دقائق لا شو تقدر ترسم خذ شو تقدر ترسم هي الدبة اعطتني نموذج دبة هيك وقتي حمار يعني اعطتني ورقة ترسم قدامك 10 دقائق يلا شو فرجيني امتك انا ما فكري قلت انا ارسم دبة تركيش ما عطتني خيل ولا اسد ولا غزال دبي ايه انا كلهم مش بدور نزلت انا ايه صار عندي نوع من التحدي كمان انا ما احكي بشيء قعدت قالت لي يلا هي اهتمت بالطلاب وطالبي اللي عندي قاعد خايف تطلع قلت انا عندي خذ ارسم الدبي عاد مشكلة اقدر مرة طلعت هيك رسمت دقيقتين كنت رسمت في العادة وزعلان يعني انا عم برسم الدبي طلعت هيك من جبي
ודעת שאת אלוקי ואנושות. בעד אני ואז לך בסדגי, אתה לעשי אזרח בי. גדת למטור שם. אז אני רוצה לעשות. גדת את ג'אית רק עלינה, ישת גם את המחל הרח בי. וגדת, הית, ג'אית בורגע. וסקר אלה, מה יש בעם השלושי? הית לבורגע, אולי ג'אם יש בגוד. בגוד מסר, מסר, רסר ורס בי. طلعت هيك ما ما عم تطلع على الورق هذا الورق ما طلعت هيك طلعت ايه كنت رسمت رسمي هذا قلت له ده ايه شافتني طب ليش فرت هيك قلت له انا شفتك مشغول يا مثلا قلت له خلص سامح لقوه وتوقفت قالت للطلاب يا طلاب الاعزاء نحن نعتز نفتخر اليوم انه نحن في عنا فنان יש לך פנן מהוב יקריפו פנן יש לך מהדורכי המטרה עציר פנן רשקל הוא דרי עזר לפנן ולמסתגבל מושפס את פנן שאת באלף כיתב דיוון נשמיית ובאז הדיוון נשמיית פי ג'ובת הסוורי סוורי 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 לוחת اللي انا رسمه هاي مثلا هنا بهذا الصفحتين شو بحكم صورة الملك حسين شايفين وصورة الملك نور هذا انا كله رسم هذا كله رسمه وبعدين الرحبة هاي فتحت الباب وانحنت انحنت هيك قالت لي تفضل روح على صفك يا حضرت السنة طلعت أنا هيك بالصف الطلاب والطلابين قاعدين هيك كلهم هيك سووا شوفوا اندهشوا انه كيف الرهبة هاي اللي بتهز المدرسة هز احترمت واحد زي هيك العبد ضعيف عيد هرجو وبيه بتطلع فيهم شافت بعينها انه رسمت خلص بلا شكل يا سادة يا كرام بالحلقة الجاية مكمل عذرنا الوقت عم بروح باي 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 باي